الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، نجدد اللقاء ونجدد التحية مرة أخرى. على بركة الله تعالى أعلنت انطلاقة الشوط السابع المخصص لسن الإذاعة الجعدان، المهجنات الأصايل لأبناء القبائل 6 كيلومتر خصص لهذا الشوط أيضا. وجائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة مقدمة إلى المركز الأول. أذهب إلى الصدارة، أذهب إلى مقدمة هذا الشوط. نطلب من الله التوفيق والسداد والنجاح والناموس والسلامة في انطلاقته هذا الشوط. هناك السيطرة، هناك القيادة على قيادة هذا الشوط. أذهب وتعرف على المركز الأول، يا سلام، هناك القوة والإثارة وأيضا التحديات الجميلة من شعارات أبناء القبائل. السيطرة على المركز الأول. أفتتح الإذاعة بشاهين سالم بن علي بن راشد الغيلاني، هو من يقدم لنا شاهين على المركز الأول، بينما المركز الثاني الطياري هو من يأتي على المركز الثاني. أحمد بن حميد بن دويس الشامسي هو من يقدم لنا أيضا الطياري على المركز الثاني. والمركز الثالث الحذر لمحمد بن حمد بن صالح بن حمد أيضا الحول، أيضا مقدم لنا الحذر على المركز الثالث. المركز الرابع أصبح من نصيب مهدي لمنصور بن علي بالخصم الاشتبي. والمركز الخامس يتقدم في هذه اللحظات مشكور لسعيد بن راشد بن يعان الشامسي. هكذا كان النداء الأول إلى الخمسة المراكز الأولى المتقدمة. دعنا لحضراتكم بالوفاء والتمام. عود إلى الصدارة، شاهين هو من يتربع على عرش القيادة. سالم بن علي بن راشد الغيلاني هو من يقدم لنا شاهين على المركز الأول، بينما المركز الثاني مهدي منصور بن علي الخصم الاشتبي مقدم لنا مهدي على المركز الثاني. والمركز الثالث الطياري لأحمد بن حميد بن دويس الشامسي. النقلة التالية على المركز الرابع من الجنب الثاني، هناك يتقدم في هذه اللحظات مشكور لسعيد بن راشد بن يوعان الشامسي، هو من يقدم لنا مشكور على المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم في هذه اللحظات الحذر لمحمد بن حمد بن صالح بن حمد الحول. هكذا كان النداء الثاني إلى الخمسة المراكز الأولى المتقدمة. دعنا لحضراتكم بالوفاء والتمام، ولكن السيطرة ما زال عن شاهين، هو من يتربع على عرش القيادة. سالم بن علي بن راشد الغيلاني مقدم لنا شاهين، يا سلام، بينما المركز الثاني هناك مهدي منصور بن علي بالخصم الاشتبي مقدم لنا مهدي على المركز الثاني ويخطف المركز الأول مهدي. المركز الثالث الطياري لأحمد بن حميد بن دويس الشامسي، هذا الشعار الذي أيضا حصل على المركز الأول في الشوط الجعدان المحليات الأصايل، يا سلام يا الشامسي. المركز الرابع التواجد والحضور في هذه اللحظات، يتقدم الحذر لمحمد بن حمد بن صالح بن حمد الحول أيضا مقدم لنا الحذر على المركز الرابع. والمركز الخامس يتقدم اللي هو النقلص، يتقدم في هذه اللحظات لعبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان لاجتبي، أول إذاعة وأول نداء للنقلص. هكذا كان النداء الثالث. حفلنا الكريم ونحن متجهين اتجاه صحيح إلى خط النهاية والمنعطف الأخير المثلث الذهبي، يا سلام، على أرضية هذا الميدان، ميدان الأصالة، ميدان اللبسة، يا سلام. أعود إلى الصدارة المقدمة والتغيرات، مهدي أيضا هو من يعلن تواجده على قيادة هذا الشوط. منصور بن علي بالخصم الاشتبي هو من يقدم لنا أيضا مهدي على المركز الأول، بينما المركز الثاني شاهين سالم بن علي بن راشد الغيلاني. والمركز الثالث في هذه اللحظات الطياري لأحمد بن حميد بن دويس الشامسي. والمركز الرابع أصبح من نصيب الحذر لمحمد بن حمد بن صالح بن حمد المري، هو من يقدم لنا الحذر على المركز الرابع. والمركز الخامس يصل في هذه اللحظات، يا سلام، النقلص أيضا هو من يأتي على المركز الخامس، عبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاشتبي مقدم لنا النقلص على الخمس على خامس المراكز. ولكن هناك شعارات ما حان موعدها إلى الإذاعة الرسمية، ترقب المفاجآت العديدة في الأمتار الأخيرة، يا سلام. هناك الصدارة، يا الله، يا مهدي، مهدي هو من يتربع على عرش القيادة.
لمنصور بن علي بالخصم. الاشتبي هو من يطلق عنان مهدي على المركز الاول، بينما المركز الثاني شاهين سالم بن علي بن راشد الغيلاني من يقدم لنا شاهين على المركز الثاني، والمركز الثالث الطياري احمد بن حميد بن دويس الشامسي على المركز الثالث، والمركز الرابع يتقدم الحذر محمد بن حمد بن صالح بن حمد الحول المري مقدم لنا الحذر، ولكن اشوف شعار بن مرخان ايضا بدا يتسلل في هذه اللحظات مع النقلص، عبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاشتبي ايضا كلهم في موقع واحد، كلهم في موقع صحيح، يا سلام ما زال ايضا كل قعود مسيطر على موقع حساس في هذه اللحظات، ولكن بقيادة مهدي، يا سلام منصور بن علي بالخصم الاشتبي هو من يقدم لنا مهدي على المركز الاول، بينما المركز الثاني شهيد سالم بن علي بن راشد الغيلاني، والمركز الثالث يصل الطياري، ما زال الطياري احمد بن حميد بن دويس الشامسي، والمركز الرابع اشوف شعار بن مرخان يتقدم في هذه اللحظات من المركز الخامس حتى المركز نقلص، يا سلام يا سلام يا عبيد يا بن سلطان يا بن عبيد يا بن مرخان يا الاشتبي المركز الخامس من الجنب الثاني، يا سلام هناك شعار بن زاهر على ما اعتقد ان الله 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 شعار بن منان اللي هو مشكور لسعيد بن منان بن غدير الاشتبي ايضا اول اذاعه واول ندى ما يبنى لطاري، يا سلام شوف مسيطر على المركز الخامس اللي هو مشكور في هذه اللحظات، يا سلام الله 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 الله. اعود الى الصدار، اعود الى مقدمه هذا الشوط ايها الحبل الكريم، ولكن مهدي ما زال هو من يتربع على عرش القياده لمنصور بن علي بالخصم الاشتبي، والمركز الثاني شاهين لسالم بن علي بن راشد الغيلاني، والمركز الثالث الطياري لاحمد بن حميد بن دويس الشامسي، وشعار بن منانه بدا ايضا مع مشكور يقترب الى المركز الرابع، سعيد بن منانه بن غدير الاشتبي مقدم لنا مشكور على المركز الرابع، النقلص هو من ياتي على المركز الخامس لعبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاشتبي، يا سلام بدات الاوامر والاشبه الاوامر في هذه اللحظات، ولكن اشوف جسر العبور امامنا، جسر العبور 1500 متر ما تبقى عن خط النهايه، وما زال مهدي مهدي ما زال هو من يسيطر على قيادة هذا الشوط لمنصور بن علي بالخصم الاشتبي، هو من يقدم لنا من أيضا مهدي على المركز الأول، بدأ شعار بن مرخان في التحرك في الأمام، يا سلام يا سلام يا الله 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 الله، النقلص 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 عبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاشتبي، ولكن أشوف الكيلو الأخير ما عقبه إلا أمتار يفصل لنا عن خط النهاية، ولكن شعار بن منانة بدأ يتحرك، شعار بن منانة يحرك مشكور ويصدر أوامره على مشكور، يا سلام سعيد بن منانة بن غدير الاشتبي واللي قادم، الله الله الشاهين محمد بن سالم بن محمد الجربوعي المري مقدم لنا شاهين على المركز الثالث في هذه اللحظات، الله ولكن النقلص بدأ يخطف المركز الأول، يتسلل من موقع إلى موقع، الله 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 عبيد بن سلطان بن مرخان الاشتبي، ولكن أشوف اللي قادم شاهين محمد بن سالم الجربوعي المري مقدم لنا شاهين ويخطف المركز الأول، الله يا سلام بدأت الأوامر والأوامر الأخيرة، الله يا سلام يا سلام، شاهين هو من يتصدر على قائمة هذا الشوط، محمد بن سالم بن محمد الجربوعي المري مقدم لنا شاهين على المركز الأول، خلاص خط النهاية، المنصة بانت المنصة وخط النهاية، يقف باحترام إلى هذا الشعار إلى هذا الاسم العملاق الذي صاله وجاله لك عوايد، الله يا الجربوعي ما شاء الله، خلاص قفل الشوط على شاهين، تهانينا 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 لمحمد بن سالم بن محمد المرهين وحصوله على السيارة، تهانينا لك يا محمد يا بن سالم يا الجربوعي المري على فوز شاهين في المركز الأول، المركز الثاني كان من نصيب شاهين لسالم بن علي بن راشد الغيلاني، والمركز الثالث مشكور سعيد بن منانة بن غدير الاشتبي، المركز الرابع مهدي لمنصور بن علي بالخصم الاشتبي، المركز الخامس النقلص من ياتي على المركز الخامس العبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاشتبي، هكذا اعزائي المشاهدين كانت
انطلاقة الشوط السابع، ولكن استطاع شاهين من يخطف الفوز والناموس ويهدي محمد بن سالم الجربوع المري سيارتي هذا الشوط. تهانينا إلى الجميع، ننتظر التوقيت الزمني. التوقيت الزمني 9:33 وجزئين. تهانينا إلى محمد بن سالم الجربوع المري على فوز شاهين في المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني التوقيت الزمني لشاهين 9:35 3/4. تهانينا سالم بن علي بن راشد الغيلاني. والمركز الرابع والثالث، المركز الثالث كان من نصيب مشكور قاطع المسافة في زمن وقدره 9:35 7/4 من الثاني. تهانينا لسعيد بن منانة بن غدير الاشتبيل.